السلام عليكم الخوت. كما كنتابعو في الفيديو الثاني هذا من بعد ما انستالينا الونيكس، واخا كانت عندنا مانستاليو، المهم كنتمنى تكونوا انستاليتوها مزيان، مكاينش شي مشاكل. المهم دابا غادي نفتحو الكالي، ولكن قبل ما نفتحو الكالي خص يكون عندنا نو، انا عندي الونيكس دابا مفتوحش، واخا نفتح الونيكس بعدا. المهم الونيكس راه فيها جوج بارتيات، فهمتيني؟ كاين الونيكس الاولى ونيكس جيت واي، والونيكس ورك ستيشن. مثلا كاين اللي ما يبغي يخدم الونيكس جيت واي مع الورك ستيشن يخدمها، ولكن اللي بغى يخدمها اللي يخدم يخدمها مع الكالي هذا الفيديو ليه، فهمتيني؟ هذه ورك ستيشن بحال الكالي، بحال الويندوز، بحال كتخدم فيها عادي، كتكونيكت في الدور، سير تدخل الدارك ويب، دير اللي بغيتي. جيني يا كالي باش كتخدم كتخدم مع الكالي باش كتانستالي ديك لوجيسيال ديال دي تولز ديال اللي مفيدين في الكالي اللي عارفو من الجميع. المهم نتسناو الكالي، هادي الونيكس ياك. المهم الونيكس تفعل تنوصل البارتي ديال الكالي. المهم الدراري خوت اللي عندهم اصلا ونيكس وما شافوش البارتي الاولى، ونيكس راه ماشين كتانستاليها، كدير ابديت وكدير ابجريد، وكتجي كتجي السيستم هنايا وكدير انون كونيكت ويزارد، وكيعطيك واحد المود باس ديرو يكون في الاول تشينج مي حتى كتشونجي. ملي كتشونجي كتبدا تدخل بمود باس ديالك العادي، فيغيي نيميرو ديما كدير المشاكل. كتوقع كتر ما يكون المود باس ديالك طويل. المهم كدير كونكت هنا وكدير نيكست كدير فينيش وصافي، انت ناضي، فهمتيني؟ راه في الفيديو الاول وريت كيفاش دير تشيك باش ما نضيعش للدراري الوقت ديالهم وصافي. تاني حاجة هنا دابا وصلنا للكالي. الكالي خصو نمشيو نتوركين. نتوركين كيكون انت كتخدمو عاديا كنخدمو في البريدجيت ادابتر، ولكن ملي كتبغي تخدمو مع الونيكس كدير انترنال نتورك. كتجيك هنا بزاف ديال انترنال نتورك وكتختار الونيكس حيت الونيكس هي اللي فعلتيها قبل من ما تشعل الكالي. هذا ما كان، وكتدخل الكالي بسم الله على ما يدير بوس على ما يخدم الكالي. اوكي مسامحة ما خدمتش الكالي باش كتخدم الكالي، صافي والله. هي دابا الخوت كاين واحد البروبليم درتو انايا، منين جيت ندير رون الكالي صدقت درت رون هونيكس حيت كنت كنهضر عليها. غادي ندير لها كلوز باور اوف، كاين لا سب ستيت لا والو، كلوز. من هنا ماشي ضروري تدخل لا ماشين، ندخلو للكالي فين هو، هو هذا، ونديرو ليه سيتينغز، نعاودو نتشيكيو السيتينغز ديالو واش بصح اونيكس. يلا سير ستار، يلا باس على ما يتشارج كالي. المهم الخوت دابا حنا فتحنا لينكس ياك، كالي لينكس. المهم الخوت انتم باش اشوف كاين بزاف ديال لي زوبسيون باش تغير نتوركين ديالك باش يتوافق مع هونيكس. كاين مثلا واحد الفيديو ديال هاكر سبلويت شرح هاد القضية هادي، ولكن انا عندي لكم واحد المفاجأة، عندي لكم واحد سكريبت كتبتو بيدي باش اوتوماتيكمون كتخدمو كيتوافق النتوركين ديالك مع الونيكس، وسكريبت واحد اخر باش كيتوافق يعني الدي اس سي بي تيولي عادي. ولكن الدي اس سي بي ملي تيولي عادي كتخسر شويه النتوركين، غير هو ما تيبقاش مافيشي هنايا في لابار. المهم اللي عنده شي حل يعاوني، المهم اللينك ديال السكريبت انا عطيه لكم، وانتوما قادو فيه زيدو زينوه باش يولي احسن واحسن. المهم جيت هاب مغيلي behind Unix. مثلا نديرو مغيلي behind Unix. ما طلعش ليا، نديرو github.com
مزدلع مغيلي مزدلع behind Unix. اوكي هو طلع لي السكريبت، هما لي ستيبس اللي خصكم ديرو باش السكريبت يلصق عندكم في البروجي. مثلا اجي نختار بعدا واحد الملف لا فولدر ياك، دونك لحسن نختار مثلا واحد الفولدر، نجيب هذا الربط شوية. ندخل هنا مثلا عندي هنا واحد الفولدر، ندير هنا مثلا هنا داكشي اللي كنحتاج انونيميتي. مثلا اجي ندير مثلا انونيميتي، شنو غادي ندير؟ غادي ندير عندي اوبن انترمينا مثلا، غادي نشد مثلا هنا شنو عندي جيت كلون ياك، جيت كلون اجي سطر الاول جيت كلون باس. المهم هانتوما السكريبت، انا ما بغيتش تكلونا فهمتوني، انا عندي السكريبتات انا ما بغيتش تكلونا. المهم بغيت نقول لكم واحد الحاجه، بلي كاينين شي حوايج خصك ديرهم قبل ما تراني السكريبت، هما هضرنا فيهم في الفيديو الاول. المهم هذوك الحوايج هما كاينين هنايا، كاين هنا هما الحوايج الزوينه اللي كاينين واخا ما هضرتش عليها في الفيديو الاول، هي تغيير تشانج مانيولي يور في ام ماك ادريس. دابا مثلا نجي هنا مثلا في السيتينغز هنايا، هنا غادي تلقى نتورك او غادي تلقى هاتي نعقاش على فين كاينه بالضبط، هنا هاي مخبيه هنايا نتورك ادفانسد. قبل ما تشعل الكالي لينكس ممكن تطفيها دابا وتعاود تشعلها، وهنا ودير هادي كتعطيك واحد الماك ادريس، كتعطيك واحد الماك ادريس مختلف على لا ماشين الكالي لينكس، مختلف على داك السمي ديال في ام. يعني بحال مثلا السمي ديال البيس ديالك كتختلف، فهمتي السيريه ديالو كتختلف. هذيك هي الماك ادريس، وماك ادريس السيري حتى السيريه ديال النيتوركين ديك ديال لا كارت ديال النيتورك اللي مسؤول على النيتورك في الكمبيوتر. اوكي شنو قلنا دابا؟ شنو غادي نديرو؟ درنا مثلا درنا جيت كلون ياك، درنا جيت كلون مثلا، درنا جيت كلون. اها دابا غادي ندخلو الملف ديالنا، الملف ديالي دابا انا عندي هو هذا. مثلا ندير سيتي انونيميتي، نتوما شنو غادير الملف ديالك؟ الملف ديالك هو السمية ديال الريبو، يعني بيهايند وونيكس، دير بيهايند وونيكس سيتي بيهايند وونيكس، وعاد دير شمود زائد اكس انونيمايز اس اش مود زائد اكس اند شمود زائد اكس دي انونيمايز اس اش ياك. هادو هما لي فايل اللي غادي ندير لهم شمود زائد اكس باش يوليو اكزيكيوتابل، نقدروا ندير لهم اكزيكيوتي. تاني حاجة عندنا في السكريبت هي نخدمو السكريبت. واخا نفتحو معاكم السكريبت نشوفو كيدير بعدا. السكريبت شنو كيدير؟ السكريبت كيدير هاد الحوايج، كيدير داون اول، كيطفي كاع نتوركينغ داكشي، كيطفي كاع نتوركينغ. المهم الخوت اللي ما عندوش في ام، ما خدامش هو في كالي في في ام، خدام بها في الهوست، يعني انستالي في بيسي عادية. الحاجة اللي ممكن يديكومونتيها مثلا هادي، يقدر يديكومونتيها وتخدم له ديك الماك تشينج بلاش ما هذيك اللي هضرنا عليها، هادي اللي هضرنا عليها، هاد الماك تشينج يقدر يدير ماك تشينج بلاش ما اوتوماتيكمون، فهمتوني اوتوماتيكمون في السكريبت. هادي تايم شيلد، هادي كتحميك من كدير لك واحد البروتيكسيون مع الوقت، مع التايم كتعطيك واحد البروتيكسيون ديال التايم. المهم كاين واحد لاطاك مخدومه بالتايم، انت كدير عليها واحد البروتيكسيون. وكاين الونيكسين، وعاد كاين اب ال، اب ال هي العكس ديال داون اول، وكاين الونيكسين. اجي نشوف الونيكسين شنو كدير. الونيكسين المهم تشوفوا الداون اول بعدا، داون اول سيف نتورك ستوب اف داون اي سي اتش، المهم الاي سي اتش زيرو اللي كيخدم بالواي فاي، يعني ما صدقش له هذا السكريبت الا غير الاي سي اتش زيرو بالكوموند ديال الواي فاي. هي
اللي هي الويلان زيرو، فهمتوني؟ دابا هذيك درنا الاي تي اتش زيرو، الناس اللي خدامين نيشان بالكابل نيشان، اما الناس اللي خدامين بالوفي خصهم يديروا ويلان زيرو. خصنا نشوفوا شي نعدلوا السكريبت باش بدا يخدم بهم بجوج. المهم هاد الساعه دايرينها في غير الاي تي اتش زيرو، انت تقدر تشد السكريبت ومانيولي تبقى تبدل، كل ما بانت الاي تي اتش زيرو دير لها ويلان زيرو. هذه حاجه وحده خصكم تعرفوها. ثاني حاجه شنو كنديروا حنا في مثلا في الونيكسين شنو كنديروا؟ كنديروا واحد الكوبي، كنديروا الكوبي ريزولف كونف في واحد هذاك الشيء كامل اللي مكتوب عندك في ريزولف كونف، كنقيدوه، كنقيدو عندنا في الباك اب، كنديروا واحد النامبر، هذا نيم، هذا هو اللي غادي غيبقى يولي عندك النيم سيرفر، هو الهونيكس ماشين ديالك. غنقيدوها في الريزولف كونف، وهنا كاين واحد الانترفاس ديالك غادي نقيدوها في الباك اب، وهنا غادي نقيدو بزاف ديال الحوايج هنايا. ولكن ملي نخدم السكريبت غادي نتوما تشوفوا كيفاش غادي داكشي غادي يتبدل. نحيد ريبوت واخا تنديرها من بعد، نحيد ريبوت، لا صافي خلي الريبوت ماشي مشكل. واخا دابا غادي نخدم السكريبت، دابا جاءت لحظة الحقيقة، ياك فين غادي يخدم السكريبت. اوكي شنو عندنا؟ انون، نتوما شوفوا السكريبت كيهضرونا، غنخليها ليكم تشوفوا نتوما بغيتي دوز. هنا غيدير بزاف العمليات، دابا هو كيهبط، نتوركين كامل كيهبطو، كيدير البروتكشن ديال الدات اتاك. دار داكشي اللي خصو يدار، دابا دار الريبوت، دابا غادي يشعل قاد. المهم النتوركين ما كانش خدام ديك الساعه. كون دابا كون درت مثلا بينك ولا دخلت الفايرفوكس ما كانش غادي يخدم، حيت كان هو نورمال. هادي سميتو داك النتوركينغ ديالو. دابا النتوركينغ هتشوفوه ان شاء الله كيفاش غادي يولي. اوكي كان لينكس ماشين هاي دابا كتشعل لينا. المهم الخوت حنا رجعنا لكالي لينكس ديالنا، وحنا دخلنا دابا الفايلز، وانتم شفتوا الا لاحظتوا هنايا كانت هنا مخسره من هاد الجهه، دابا ولات ما كان باينه حتى شي حاجه، فهمتني؟ حتى الامور غاديه اوتوماتيك ماشي مانيوال. هادي حاجه واحده. تاني حاجه غادي ندخلها، نمشيو لينكس مثلا انونيميتي، نشوفو هنا غناخد، بغيت غير ناخد واحد السميات باش نشوفو شنو اللي تبدل، فهمتيني؟ مثلا هاد السميات اللي غناخد مثلا هادي انترفاس بغيت ناخد، لا ما تقيش. كاتش انترفاس، وهنا شنو لقيت؟ هنا كاين اوتو ال او اي فاس اي نت لوب باك، وهنا وينكس هونيكس ستاف، هادشي كيتزاد باش تخدم هونيكس. شنو الادريس؟ كتولي 3، ممكن تكون اي نمره 4 17، ما خصها ما تعكش مع ادريس هونيكس ديالك. ادريس هونيكس ديالك اللي درتي ليها اي بي كونفيك مثلا، ما خصش هنا، خص تكون واحد الادريس مغايره. مثلا اجي نشوفو، الا درنا مثلا هونيكس ديالنا اجي نديرو لها اي بي كونفيك مثلا ولا اي في كونفيك، جينا هنا نديرو مثلا سودو اي في كونفيك، مثلا نكتبو المطبسة أو تاني
هنا شنو كاين هنا؟ كاين هنا 10 15 10 125، كاين هنا 52، هنا 10. المهم 10 100 150 150، هنا جاتنا 10، وهنا هنا كتشوفوا 3، يعني مغايرة لداكشي اللي كاين في الونيكس. وكاين نت ماسك 255 192 0، وكاين جيت واي 10 152 10. المهم انتما، وكاين واحد الفيشي اخر اللي تبدل، الفيشي اخر اللي تبدل هو هذا، وهادشي كامل كيتقيد في واحد الباك اب، في واحد الفيشي باك اب. هاي ولا النيم سيرفر 10 152 50 10 بحال الجيت واي. المهم هادشي كامل، هادو هما الفايل اللي تبدلو، ونتوركين تعدل، يعني دار واحد الإعادة تشغيل. صافي هذا مكان الخوت. دابا نمشيو نجربو، مثلا نمشيو لفايرفوكس، إذا كانت شي مشكلة نحلوها كاملين كاع. ندخل فايرفوكس، شي نهار الخوت وندير لكم شي حلقه باش تفهموا الباش سكريبت من الاول ان شاء الله. غير دعوا مع اخوكم وصافي، ما ديروا لا جيم لا كومونتير، غير دعوا معاه وصافي. المهم هنا قال لك وي ار هافين ترابل. بصح وي ار هافين ترابل، حيت ما تاكتيفاتش واحد الكليمه، ما تاكتيفاتش. ولكن هاد الكليمه هادي غادي نديرها لكم في الجيت هاب ريبو باش تلقاوها، ماشي تسلموا مثلا لقاو الخطا تسلموا. اف اب اي تي اتش 0، قلنا لك تخدم الويفي ما ديرش اي تي اتش 0. درنا اف اب اي تي اتش 0 مزيان. اجي نشوفو مثلا تشيك تور بروجيكت، انتما تشوفو بلي ها هو غادي خدام. كونغراتيليشن، ذيس بروسيس كونفيغور تو ستور. مبروك عليكم الخوت، ومبروك عليا، ومبروك على اي واحد دابا قدرنا نحميو راسنا، وبزاف ديال لي زاتاك غادي نتفاداهم، ومازال لينا بزاف ما نديرو. المهم درنا شي حاجه زوينه، مبروك علينا الخوت. يلا الله يعاونكم، نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. ما مخططش ليه هاد الساعه، ولكن ان شاء الله قدرت ندير شي فيديو اخر مور هذا.